تاني عالأرض أول ما ابتدى. أخون قتل قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان يضعف الروح بتاع إنسان يضعف الروح بتاع إنسان جبنا وجرعتا. يبقى هو الإنسان بصفك وينصرك ويكون لك أو لا يكون إنسان. اتكلم، ايش سالفة سيارة الأجرة؟ ما عندي سالفة. عمران تراني عارفك لما تكذب. اجلس بالأول. أنا لأني أخاف أتأخر عن البنك. زين تفضل لحق على البنك. هو راح كيف؟ هو فيك الليلة أقصد لما كانوا يدوروا على شداد هلال لما قال اتصال يعني ما أقصد والله أستاذ أنا ما أعرف من وين أبدأ وإيش أقول بصراحة. طيب اهدأ اهدأ، ليش كل هذا؟ أنا هادي هادي الكفالة وأنا عادي ما في شيء.
وإيش جاب سيرة الكفالة في اللي أسألك عنه؟ خبرني، هلال يعرف شداد؟ من وين أعرفه؟ ما فاهم، أتكلم. هو يعني كم مكان يوديه ويجيبه يوديه ويجيبه في سيارة الأجرة كان يعني. أبو المنتصر يسوق سيارة أجرة؟ ليش؟ هو أنا ما أمزح. أنا ما أعرف صراحة، لكن في اليوم اللي اختفى فيه شداد من المستشفى على طول قد تصاحل أخوي هلال، وهو خرج بسرعة من البيت، ولأنه الوقت كان متأخر أنا تحايلت عليه وعشان أكون معه. اتصال شداد؟ أيوه، اللي بعد يومين خلوه في المنتجع. وإيش اسم الاتصال؟ أعتقد اسمه ماجد. تعتقد؟ لا، هو اسمه ماجد. ماجد. معقولة؟ ثريا أرجوكي، ما أريد أسمع منك ولا كلمة. هند خير إن شاء الله، وكأنك عارفة إيش بقول. شوية شوية على نفسك، ترى بعده حتى ما خطب. يا مجنونة، أنا ما قصدت شيء، بس استغربت خوفك عليه بذيك الطريقة. يعني إيش تريديني أسوي؟ أقول له عجل في الخطوبة؟ أنا ما قلت كذا يا هند، بس ما أريدك تحسسيه إنك رامية نفسك عليه. طيب ممكن ما نتكلم عن شيء الحين لين ما نعرف ايش صاير عند العمة وعمران؟ وهذه سالفتنا انا واخوي هلال، ويعلم الله اني لا زود شيء في السالفة ولا نقصت. ما قصرت يا عمران، روح الحين علشان تلحق على موعدك في البنك. انا مرة سألت هلال يعني ليش هو متلبس الشخصية الثانية، فقال انه يعني يقوم بالواجب. وهذا قم بالواجب مع من؟ معي أنا؟ ما أدري بصراحة، بس يعني أنا أريدك تتأكد أنه مهما كانت حقيقة الأمر فهلال بصراحة يعزش معزة الله سبحانه وتعالى أدرى فيها. عارفة، بس هو جاني بوجه ثاني غير وجهه اللي معاكم ومع الناس، وهالشي له معنى وأنا لازم أعرفه. بس يعني أرجوك ما تزعلي يا أستاذة، يعني وأخاف إنه هذا الشيء يضيع بينكم في الشغل ولا شيء. لا تخاف واطمن. يعني أروح البنك وأنا مطمن؟ أجيب الأوراق وأنا بوقع الكفالة إن شاء الله. واكرمها إنسان أعرفها، اقبلها إنسان أغفر، سامحة إنسان عاتب وجرحة، إنسان عاتب وجرحة، وعذره يبقى هو الإنسان. السلام عليكم يا أهلا. أنا حاسة نفسي إني في حلم. أخوي أندري ما كان يفوتني إني أطمن عليش من هلال. وكأنك تقول إن رقية هي اللي كانت تمنعك من زيارتنا. لو كنت أعرف ماجد من سنين ما كنت بفوت شوفتك. الله يعلم إني حبيتك من أول ما كلمني عنك.
قول يا اخوي، احس في عيونك كلام تريد تقول لي اياه. اللي ما تعرفيه يا اختي انه ولد زوينه ما مات. في المكان اللي كانت فيه زوينه واللي انت تعرفيه لانك كنت توصلي لها الاكل طول فتره الحمل. وفي نفس الليلة اللي المفروض تولد فيها ومعها الولادة صار اللي ما توقعته. تعبت زوينة وكان لازم ننقلها للمستشفى. كان كل همي انها تكون بخير، هي واللي في بطنها. وفي الوقت اللي مبارك أخذ زوينة ومعها الولادة أنت احتفظت بالسر رغم صغرك. مبارك كان يساعدني على أمل أنه نفس الطيب من ناحيته وأوافق على زواجه من وعد، مع أني قلت له أنه هذا مستحيل إلا أنه كان عنده صبر علي. وهم في طريقهم للمستشفى أنا كان لازم أسوي شيء ثاني قبل لا ألحقهم. كان لازم أوصل البيت اللي هربت منه. توقعته بياخذ غرفتي حتى ياخذ راحته فيها. كنت محتاج أي شيء يثبت هوية زايد. صحيح زوينة ماتت، بس ولدها عاش. خفت عليه من زايد لو عرف، علشان كذا أنا بعدته عن الكل. والحمد لله هو اليوم الدكتور نواف. نواف؟ وين الحين؟ أبغى أشوفه، أبغى أشوف فيه أختي اللي ما حبيت مثلها في حياتي. ليه ساكت؟ ما يكون صار في شيء؟ لا تطمني، هو بخير، بس هاليومين مسافر. مسافر؟ وين مسافر؟ طول عمره عايش على انه مجهول النسب. وفي اللحظة اللي انا صارحته فيها بنسبه ومن هي امه ومن هو ابوه زعل منه وسافر. انت ما قصدت الا كل الخير معاه يا اخوي، واكيد بيرجع وبيقدر كل شيء سويت علشانه. أنا ارتحت الحين. أنا كنت باغنك أنتي تعرفي، علشان أنتي يا مريم صرتي كل أهله وناسه. اللهم لك الحمد والشكر، أنعمت علي بهذا الإنسان. اللهم يا رب عيني علشان أساعده يتجاوز همومه. رقية، ليش ما ربتي؟ قلت يمكن تحتاج شيء. سامح، أنا متعب ومسهل معي. لا يا ماجد، لا لا تقول هالكلام. أنا أحمد ربي أني أنا موجودة معاك، وأطلب من الله أني أكون تحت خدمتك طول عمري. لا لا تقسى على نفسك علشان خاطري. كان عمره يوم واحد، أول مرة خبيته فيك.
اللهم انت له، اللهم فرحه. اجيب لك شيء تشربه. اللهم لا، روحي نام انت. لا يا ماجد، انا ما اريد اخليك بروحك. ما عدت بروحي ما دام انت معي. روحي نام. كإنسان ليش حرمته من الحياة كإنسان طوام بدون ما أدري ضيعته في دوامة عقدي لزايد وهو ما له ذنب. الأخ سعد إذا أنا ما غلطانة. نعم تفضل. الحين أنا إيش جابني هنا؟ جاي تشتري عطر ولا تشوف العمة؟ عطر العمة أقصد، العمة موجودة؟ الحقيقة لا، أخ عمران موجود إذا في شيء مهم. لا لا ما في شيء مهم. عطر الياسمين اللي نسيته ذيك المرة بعده موجود. سعد اهلين لك، كيف حالك؟ الحمد لله، حياك الله، نورت المحل ما شاء الله. نور نورك. تسلم والله. تسلم. اخبار دكتور نواف؟ ما تلاحظ ان احنا تبادلنا الاماكن؟ قصدك في اللعبه؟ لا، في الموقف اللي انا كنت فيه وانا بالمحل. أنا تراني ما فاهم السالفة. الظاهر إنه السالفة مطولة، يعني ما أحسن نروح نشرب لنا حاجة كذا وبعدين نتكلم على راحتنا. يلا. أول مرة شفتك فيها حسيت إنك ضايع بلا دليل، تايه، تحاول تمسك معاي بأي فرصة بالكلام أو بالعمل أو حتى بالتحايا. والله كلامك صح، والله لا يجيبها من ايام ان شاء الله. انا صاير مثلك اليومين. انا اعرف انك تفتقد الدكتور نواف هذه الايام، وممكن اخمن انك خايف تفتقده على طول لو هو ابتعد عن عمك ماجد وظليت انت معه. لا تحتار سعد ولا تتعب نفسك في التفكير. تتكلم وكانك خبير وعندك الحلول للامور الصعبه والمعقده. والله ما حد يخلي الامور صعبه ومعقده غيرنا نحن بانفسنا. لا 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 لا، الظاهر انك انت ما سهل. كمل كمل. دقلت انه انا وياك تبادلنا الامان. كلامك صح، لانه لو ما تقابلنا ذاك اليوم انت اصلا ما كنت بتعرف انا كيف كنت وايش صرت. ذاك اليوم انت تعاملت معي على طبيعتك ولا عقدت الموضوع ولا حتى تنازعت معي بالرغم من اسئلتي الكثيره والباهته. عشان كذا أنا أقول لك اتعامل مع هذا الموضوع اللي بينهم على طبيعتك، كون مع الاثنين على قد ما تقدر لأنك ما تريد تخسر ولا واحد فيهم. باختصار خلي الوقت يحل كل المواضيع. الظاهر أنا معرفتي فيك تأخرت. يا رجال زين إني عرفت أتكلم معك اليوم. بصراحة أنا كنت مستثقل دمك، صاير كريه ما تنطاق. من اول الصبح نحن قاعدين نتحرك وانت موقف. اذا تعبت روح ادرس مكتبك. انا اكيد بتعب، اتعبكم.
أنا عارف سبب الحالة اللي أنت فيها. خلينا نتكلم في الشغل أحسن. أنت مستوحش نواف. أبو الفضل، أنت سمعتني إيش قلت؟ مستوحش أخوك يا سعد. اطمن بيرجع، لأن أكيد هو ذات الثاني ما بيقدر يبعد عنك. عمك ماجد وانت ونواف، بتعرف شنو وجه الشبه اللي بينكم انتوا الثلاثة؟ انو ثلاثتكم عندكم قلوب. أبو الفضل أرجوك، دي هي الحقيقة. أصحاب القلوب الكبيرة هم اللي بيجاوزوا معاني الظلم بمعاني الرحمة اللي بدواخلهم. بينكروا ذاتهم عشان زواد الآخرين. نعم هم بيتعبوا بيعانوا وبيشقوا، لكن ده كل ما هاميهم قلوبهم راضية لمجرد رضا الآخرين. ده أنتوا يا سعد، فكيف قلوب زي دي ممكن تفترق؟ احنا عمرنا ما راح نفترق يا أبو الفضل. آخر كلمة كانت نواف كان يوصيني فيها بعمي ماجد. وآخر كلمة من عمكم لنا اليوم، متى يرجع نواف؟ سعد لما يرجع لازم تفهمه ان عمكم من دونكم ما يقدر يعيش. لو كنت مخبرني نفسي بقيت المطار. دكتور خالد ما قصر. هلا دكتور خالد، كيف حالك؟ الحمد لله سعد. لا تضايق سعد، نواف كلها يومين بيرجع. نواف؟ نواف؟ ايش هذا اللي سمعته؟ ايش هذه؟ تريد تتركني يا نواف؟ محتاج اكون لوحدي يا سعد. طيب ليش يا نواف؟ ليش؟ من متى هذا الشيء بيننا؟ سعد حاول تتفهم اللي انا فيه. اللي انت فيه؟ اعتقد ما انا سببه حتى تترك هذا المكان. كلها يومين. اظن خلاص ما عاد تفرق معك. لو رحت يومين او على طول. بس صدقني انا تفرق عندي كثير. بكون في شقة خالد. أنا ما سألتك وين راح تكون موجود. أخبرك علشان تعرف. اللي أعرفه الحين إنك تريد تعاقبني وتتركني. أنا بدي أترك المكان لأني حاسس إني بختنق. أنا عند خالد. وين بتكون بعد ما تخرج؟ هذه ما تفرق عندي. أحسن. أحسن. أحسن لك وأحسن لي. أبتعد أحسن لكم كلكم. أيوة عمي، نواف رجع ترك الشقة. السلام عليكم. مرحبا عمي، ممكن أشوفك اليوم؟ لا، الوقت اللي يناسبك. طيب الساعة 9 المساء مناسب. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا ولدي؟
حسيت من صوتك انك متضايق. خلينا نشرب الشاي بالاول وبعدين نتكلم. علشان تعرف تشرب الشاي لازم تطلع كل اللي في بالك. عمي انت ربيتنا انا وسعد، بس اللي اريد اعرفه من متى انت تعرف عمي ماجد؟ يعني الطيب ما ينفع معك؟ ما قدنا تتهور. عم قاسم انا عرفت عمك ماجد ونحن على عداوة، ما مهم التفاصيل الحين لانها لا تقدم ولا تأخر، لكن ليش انت تسأل الحين بالذات؟ عمرك ما سألت مثل هذه الأسئلة. انا ولد من؟ جواب هذا السؤال عند عمك ماجد. يعني هو ما قال لك في يوم من الأيام؟ طيب اهدأ، أنا ما أعرف إيش اللي صار معك حتى تسألني كل هذه الأسئلة، ولكني بحكي لك كيف صرت أنت وسعد تحت مسؤوليتي. ربيتكم في بيتي مثل أولادي. صحيح لما يقولوا الفوات شحمة. قاسم لا تخلينا أحس إن خاطرك ما طاب وإنك بعدك تريد تتزوج وعد. ما أخفى عليك يا ولد خالتي، لو ما كنت تعرف إنها تريدك وتعزك والله ما ودرتها حتى ولو كان في آخر نفس. عقب إيش معنات كلامك هذا؟ أنا قصدت سالفة السباق اللي بينك وبين ذاك المجنون ماجد. يلام الله يا أخوي يا قاسم، أنا أريد أبعد عن المشاكل معاه ولا مع غيره، بس إيش أسوي؟ ما باليد حيلة. خلي بالك يا ولد خالتي، ناصر أخوك ما يلا حد غيرك. ذكرتني فيه، هو مسكين فرحان ينتظر المولود ويريد يسميه سعد. على كل الحالات إذا صار لي أي شيء أي شيء يا قاسم ما أوصيكم عليه، أنت وماجد. إيش؟ ماجد؟ كل اللي سواه فيك؟ أيوة. لا تستغرب، ماجد لما احتاج المساعدة جاني أنا رغم أنه يعتبرني عدوه. طبعا وانت صدقته لأن قلبك طيب. ماجد خذ منه عيونه روحه وقلبه، بس لا تاخذ منه وعد. ما يدور عليك. حلفتك بالله ورسوله تنسى كل العداوة اللي بيني وبينك وتاخذ مني الطفل. اخذ ايش؟ ايش من المصايب جايب معك؟ هذا ما مصيبة يا قاسم، هذا خير خير، خذه وخليه يتربى مع ولد ناصر. سبتك لا بقى مبارك ولا بقى ناصر. مبارك مات في ذاك السباق اللعين، وأخوه ناصر ما تحمل الصدمة ومات بالسكتة، والحين جايب لي طفل الله أعلم من وين سارقنه. حرام عليك، هذا ولد زوينة. زوينة؟ المرحوم مبارك الله يرحمه خبرني عنه
بس الناس قالوا انها طارت معك وما حد يعرف وين وديتها. خلي الناس يقولوا اللي يريدوه، الله وحده العالم باللي صار. ومثل ما مبارك وصاك على سعد ولد ناصر، هذا انا يا قاسم اوصيك على هذا الطفل. خذه وخلي معك، وانا بوصل لك بين الفتره والثانيه، وان شاء الله ما بينقصهم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم صل وسلم عليك. اسمه نواف، بعطيك اوراقه خليه مع سعد وانا برجع لك عن قريب. اللي يعرف ماجد اول ما يقول انه هو اللي يعرف الحين، على كثر الشر اللي كان يحمله في قلبه ما بقى حد له يعذره، وعلى كثر الخير اللي صار فيه الحين ما لقى حد يصدقه. كان يروح وكأنه يهرب، وكان يرجع علشان يطمن على اللي يحبهم، وانت واحد منهم. أتمنى تكون هديت أعصابك الحين ونقدر نتكلم بعقل. يضيع مني الهدوء والعقل في أي سالفة فيها ماجد. أبوي عنده حق يا عمتي، الإنسان هو في حالة العصبية يتخذ قرارات يمكن يندم عليها بعدين. لا ندامة على ماجد، خلاص أنا ما ممكن أغير رأيي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي تشوفي يلا. سمحوا لنا بترخص، زايد يريدني داخل. الله معك يا أبوي. عمتي أخوي شداد يسلم عليك. الله يسلمه من كل شر. وكيف صحته الحين؟ الله يكون في عونه وعن رضية. عمتي تريد تقولي لي شيء؟ أيوة، كلمي قيصر يشوف لكم بيت بروحكم. أنا وقيصر تكلمنا في هذا الموضوع، وفي زيارتنا القادمة للشداد بخليه يشوف لنا بيت مناسب عن طريق مكتبه العقاري. الله يوفقكم. مالك تشوفي علي كذا؟ عمتي من زوينة. زوينة؟ انت ايش دراك بزوينة؟ بالصدفة وأنا في غرفة أبوي شفت صورة وحدة مع أبوي، وفي الخلف حصلت مكتوب عليها هذه زوينة إذا تتذكرها يا زايد، فقلت أسألك عنها. عمتي تسمعيني؟ زوينة هذه كانت وحدة من ضحايا عمك ماجد. ما كفال اللي سواه مع بنت الجيران، كسر لها أنفها وشوه لها وجهها، لا والحين يتعرض مع زوينة بنت الحفافة. بنات الناس ما لعب عنده، هو لازم يتزوجها. يتزوجها؟ انتوا ايش تقولوا؟ انتوا نسيتوا انتوا مين وهم مين؟ ها، وهذه بعد بلية ثانية. انا اريد اعرف هو ليش يسوي كل هذا؟ ليش طلع غير عنا؟ شيطان وراكب فراسه، واحنا ما حد منا قادر عليه. وانت يا وعد ترى شندلعتنا شوية، اي شيء يبغاه اعطيتيه اياه. ويا ريت اللي ياخذه مانع، كل يوم ناصب على أحد والشكاوى تزيد، بس في النهاية هذا أخوكم. بصراحة أنا مليت منه ومن مشاكله. لا، والمشكلة أنه ذكي، ما حد يقدر يمسك عليه شيء، وهذا اليومين جالس يتعرض ل... لا لا لا، ما في داعي يا زايد، ما في داعي. كيف ما في داعي يا راشد يا أخوي؟ كيف ما في داعي؟ إحنا إذا سكتنا عنه مشاكله بتزيد. تكلم يا زايد ومن غير مراوغة، اريد اتعرض لمن؟ مبارك. لا، كله الا مبارك، انتوا لازم تمنعوه عنه. ايش تريدنا نسوي؟ انت تعرفي عناده، وللامانه مبارك المسكين صابر على كل شيء يسوي فيه ماجد. اذا انتوا عاجزين عنه خلوه علي انا. وعد صدقيني، ما في بيني وبينها شيء، انا اصلا مستحيل اشوف عليها. انت لما تبى تضلك لازم تعرف ان اعراض الناس زايد. اخونا هو اللي مسك لهنا وخلاص.
لا ترمي بلاويك على اخوانك اللي طول الوقت يسدوا عنك ويحلوا مشاكلك مع الناس. انت ليش ما راضي تسمعين؟ لاني اعرفك بتكذب. وعد، انا ممكن اكذب على الدنيا كلها، انت لا. مدام انك ممكن تكذب على اي احد فما في شيء يمنعك انك تكذب علي. لا. ايوه، اتريد تقنعني ان اخوانك الكبار كذابين وانت اللي صادق؟ وايش اللي يمنعهم انهم يكذبوا مثلا؟ اخلاقهم، تربيتهم اللي انت انسلخت منها. كلنا طلعنا مثل عائلتنا، عائله الكل يحترمها ويقدرها ويهابها، جاي انت الحين بافعالك توسخ سمعتنا؟ كل هذا لاني ما موافق على مبارك؟ يكون في علمك لو انت تزوجتيه ساعتها بتتوسخ سمعة العيلة. كلامك هذا يأكد كل كلمة شينا قالت عنك، لأنك تستاهلها. على كثر ما حبيتك لأني ربيتك، على كثر ما بتخليني أكرهك باللي جالس تسويه. هذا آخر كلامك؟ وما بكرره مرة ثانية. إذا ما تزوجت زوينة وخليت مبارك في حاله، احنا اللي بنشتكي عليك هذه المرة، وما تلوم إلا نفسك. زين يا وعد، أنا بعرفكم كلكم أنا من، وفي موضوع مبارك وزوينة أنا بتصرف وبتشوفي. أيام ونفذ وعده، اختفت زوينة وما حد عرف عنها أي شيء. قبلها اختفى مبارك. سامحيني ما اقدر اتكلم عن الموضوع اكثر، خليني بروح. يا الله، كل يوم اسمع عنه كلام تخلي الناس تكرهه. ماجد كرهنا حتى في نفوسنا لانه ما يحب الا نفسه، واللي قاهرني انه جاي وكنا ما سوى شيء. لكن لا، عمتي اهدي علشان خاطري. انا بروح عنك. إذا شفت الشدات سلمى عليه. الله يسلمك يا أبو الفضل، ومشكور على الزيارة. داير تشكرني على شنو؟ ده أقل واجب في حقك. على فكرة عمك ماجد بيسلم عليك. الله يسلمه. غريبة ما جاء من كم يوم، هو بخير؟ طبعا طبعا بخير. عموما أنت تعرف إني أنا المحامي الخاص لعمك ماجد، وهو سمع عن رغبتك في انك تبيع مكتبك العقاري. وكان هز عفوا الله، المكتب ما معروض للبيع. وانت تدخلك شنو حسدي؟ كيف دخلك شنو؟ انا شريكه في المكتب. محفوظ لو سمحت خلي الرجال يكمل كلامه. يكمل كلامه على راحته، بس احنا بيع ما نبيع حد. باختصار عمك ماجد بيعرض عليك انه يشتري المكتب وبالمبلغ اللي انت تريده. ما يحتاج يخدمني في هذا الموضوع، هو ما مضطر. بالعكس، انت اللي بتخدمه لو وافقت انك تبيع له مكتبك. ابو الفضل، عمك ماجد ما شاء الله عليه شغال في المشاريع الصغيره قبل الكبيره، ده غير المقاولات والوحدات السكنيه. ومكتب زي مكتبك في موقعه الحالي ده مهم كثير جدا لاعماله. يا زول. ايه يا ابو الفضل، ما يجي من عند عمي ماجد إلا اللي يفرح. إيه، عمك ماجد زاغته محتاج للحاجة اللي تفرحه. لا توافق يا شداد، أنا شريكك وأعتقد إني أولى، وأنا سبق وعرضت عليك هذا العرض. على وين يا أبو الفضل؟ قدامي حاجات كثير لازم أعملها، أنت فكر وبنتظر ردك. أبو الفضل. نعم. قل لعم الحبيب أزمه بتعدي. لا يكون تفكر تبيع لحد غيره، أنا مستعد. أنت عمرك ما بتتعلم. المفروض تبيع لما يقول لك المشتري أشتري بالمبلغ اللي أنت تحدده. Thank you.
إيش اللي زعلك؟ أنت عمرك ما اهتميتي فيهم عشان يتعلقوا بيكي.